الرحمن الرحيم. مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير. تواصل يستمر في الفتره المسائيه من انطلاقات سن الحقائق وشوطنا الخامس الخاص بفئه الابكار. الحقائق الاربعه كيلومترات هي المسافه المقرره، وجائزه السياره بالانتظار للفائز بالمركز الاول، بينما هناك الجوائز النقديه المجزيه من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. على بركه الله مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، متابعي قناه الريان الفضائيه، انطلق هذا الشوط ونسير مباشره الى الصداره، الى المقدمه، الى المركز الاول والصداره. هناك مع من ومبارك بن حمد بن محمد بن طرشوم العامري من ينطلق على صداره هذا الشوط والمركز الاول. نقلتنا مباشره الى المركز الثاني، همس لمحمد بن مطر بن زايد المنصوري ياتي على المركز الثاني، بينما انتقل مباشرة الى المركز الثالث ليجد هناك زاهية ناصر بن محمد بن سلطان بن قران المنصوري، وصل ايضا بن بطحان ليقدم هذه الانطلاقة الرائعة. ولكن الدور دور المركز الرابع، إثارة لأحمد بن أحمد بن محمد بالكيلة العامري، وصل في هذه اللحظات ليقدم الإثارة الرائعة والجميلة. ولكن نوف القادمة على المركز الخامس، فاران بن عتيق بن محمد البريدي المري، وصل هنا مشاهدينا الاعزاء على المركز الخامس. هذه هي الخمس المراكز الاولى المتقدمه والطامحه للفوز والانتصار في هذا المهرجان، مهرجان الامير الوالد هنا الذي ينطلق على هذا الميدان، ميدان التحدي هنا بمنطقه الشحانيه. ولكن العوده الى الصداره، العوده الى المنفرده هناك في صداره هذا الشوط، ضيفتنا العزيزه القادمه من دولة الامارات. هناك من ولمبارك بن حمد بن محمد بن طرشوم العامري بدا ايضا ينطلق على صداره، على مقدمه هذا الشوط، على هذا الانطلاق القوي والتحدي المثير. التيوتا ستيشن جي بالانتظار للفائز بالمركز الاول، وماده الزعفران الغاليه التي تتوج بها الثلاث المراكز الاولى. وصل بن بطحان في هذه اللحظات ليقدم زاهيه، هناك ناصر بن محمد بن سلطان بن بطحان المنصوري ياتي ليقدم هذا الاسم لينطلق على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات نوف فاران بن عتيقة المري، وصل في هذه اللحظات على المركز الثالث. انتقل مباشرة الى المركز الرابع، ولكن الله القادمة هناك المنطلقة هي والواصلة همس محمد بن مطر بن زايد المنصوري، وصل ليقدم همس في هذه اللحظات. والمنطلقة هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام من خلال المنافسة القوية والانطلاق القوي والتحدي المثير، الشاهينية وصلت من الزاوية الأخرى هناك بشعار أحمد بن محمد بن دغاش العامري، ولكن دخول من شعار البريصي. وصل في هذه اللحظات، بدأ يتدخل من عمق الميدان ليغير من مركز إلى آخر. وصل في هذه اللحظات من خلال أيضا تواجد اللي هي الشاجع بن رايد بن سعيد البريص المري. اعود الى صداره الشوط، اعود الى المقدمه والصداره والمركز الاول. ما زالت منوه مبارك بن حمد بن محمد بن طرشوم العامري على الصداره، على المقدمه 1200، ما تبقى على خط النهايه 1200. من سوف يتوج بهذا الشوط؟ من سوف ينال ايضا ناموس هذا الشوط؟ من سوف يذهب الى الفوز والانتصار؟ وصلت زاهيه، وصلت زاهيه ناصر بن محمد بن سلطان بن بطحان المنصوري، يقدم زاهية على المركز الثاني. بدأنا نقترب، دخلنا الغلاف الجوي للكيل الأخير، وصلت حلوة، وصلت نوف فاران بن عتيق بن محمد المري، وصل في هذه اللحظات. ولكن المتدخلة هي إثارة أحمد بن أحمد بن محمد الكيلة العامري، بدأ يثير الإثارة، بدأ ينطلق من مركز الآخر، بدأ يسير هنا من عمق الميدان. ما شاء الله تبارك الله، الاسماء قوية والاداء رائع والنجومية كبيرة. هنا بدأنا بال700 متر الاخيرة، الله الله، اثارة 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 وزاهية، اثارة وزاهية على المركزين الاول، يتنافسنا هنا في الامتار الاخيرة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هذه هي اثارة، اثارة لاحمد بن احمد بن محمد بالكيل العامري، ولكن بن بطحان وصل هنا ايضا شعار شواهين مسلم بن حمد بن متعب العامري، بدأ يتدخل ما يبنى الهطاري بنت شاهين المهيري، وصلت في هذه اللحظات لتقدم هذا الاسم، لتقدم هذا الاداء الرائع والجميل.
الجميل، ولكن زاهية، زاهية على الصدارة، زاهية على المركز الأول. ناصر بن محمد المطحان البصوري، وهنا شواهين مسلم بن حمد بن متعب العامري. القادمة في هذه اللحظات الشاهينية محمد بن مصر بن مصلح آل فطيح اليامي. وصل آل فطيح في الأمتار الأخيرة، جولة الأوامر، المئة متر الأخيرة، المئة متر الأخيرة. شواهين، شواهين مسلم بن حمد بن متعب العامري. أهالي الساد هناك بدولة الإمارات يحتضنون هذا السلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. شواهين مسلم بن حمد بن متعب العامري، تهانينا والناموس على المركز الأول. بينما المركز الثاني زاهية ناصر بن محمد بن سلطان بن فتحان منصور المركز الثالث، وصلت فيها شاهينية محمد بن مصر بن مصلح آل فطيح اليامي. والمركز الرابع هنا وصول من مرموق محمد بن سعيد بن منانة الاكتبي. المركز الخامس كان الدخول من سهم محمد بن سعيد بن مهنا المحرمي. تهانينا والناموس، العودة هنا إلى التوقيت الزمني. وشواهين تهانينا أيضا لمسلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري، وأيضا سلالة شاهين المهيري. بالفعل هنا التوقيت الزمني 5 دقائق 59 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمسلم بن حمد بن محمد بن متعب العامري على هذا الفوز والانتصار. 5 دقائق 59 ثانية، 21 جزءا من الثانية. الزاهية هي من حلت في المركز الثاني لناصر بن محمد وسلطان المنصوري بن بطحان. بالفعل المركز الثالث 5 دقائق 59 ثانية، 31 جزءا من الثانية. كان دخول رائع وجميل من خلال الشاهينية. من فاجاتنا في الأمتار الأخيرة محمد بن مصر بن مصلح آل فطيح اليامي. فتهانينا والناموس لكل الفائزين.